والإشكال عموما لا يمكن أن يكون أصالة بين النصوص، لأنها آتية من الله عز وجل أو من نبيه عليه الصلاة والسلام، وكلامهما حق، والحق لا يتناقض. إنما التعارض يحصل في فهم المجتهد، ففي ظاهره يظن أن هناك تعارضا وليس ثمة تعارض عند التأمل. ومن بقي عنده التعارض فهذا يدل إما على قصوره أو تقصيره. إما على قصوره لأنه لم يفهم، قد يكون اجتهد وبالغ في الاجتهاد والبحث والنظر، ولكن فهمه لم يسعف في فهم هذه النصوص. وإما لتقصيره، وذلك لعدم الاجتهاد في معرفة المراد من هذه النصوص.